مكتب تابع للسفارة التركية لإيصال رسالة احتجاجية مذكرة احتجاج من اللجنة المركزية للتظاهرات في المحافظات المنتفضة. من كل محافظة اختارينا شخص يجي ينوب عن أبناء محافظته لتقديم هاي المذكرة الاحتجاجية، لكن للأسف السفارة التركية متملصة وما رادت تستلم هذا الموضوع تحت ذريعة أنه هذه مو تابعة للسفارة وإنما شركة. حاججناهم وقلنا لهم ليش العلم التركي مرفوع عليها، راحوا نزلوا العلم التركي وسدوا السفارة، سدوا المكتب وحولوا المراجعين إلى مكتب السيدية. لذلك إحنا راح نقرأ نص البرقية الاحتجاجية أو المذكرة الاحتجاجية، ومن بعدها راح نقول شنو اللي راح يصير عندنا إن شاء الله في قادم الأيام. نص المذكرة الاحتجاجية: إلى من يمثل الوجود الدبلوماسي التركي على الأراضي العراقية، نوجه لكم برقيتنا الاحتجاجية هذه كممثلين عن الشعب وموقفه الرافض لاعتداءاتكم الأخيرة على سيادة العراق، وإننا إذ ندعوكم للتحلي باحترام قيم المجاورة، فإننا في الوقت ذاته نحذركم من هيجان شعبي لا يوقفه المنبطحين لكم من ساسة العراق الخونة إذا ما استمرت انتهاكاتكم للأراضي العراقية. لذا ومن منطلق المحافظة على سلام المنطقة الذي نطمح له كشعب، فإننا ندعوكم لوضع آلية أخرى لما تسموه مكافحة خلايا الإرهاب التي نرفض بدورنا وجودها وما يصدر عنها، آلية لا تنتهك سيادة العراق ولا تطال كرامة شعبه وتحفظ للبلدين علاقات متزنة فضلا عن